FM. الكلمة ليك. صامدون لا نهاب الموت لا نخشى اللحن. صامدون في وجه كل أعداء الوطن. صامدون لا نهاب الموت لا نخشى اللحن. صامدون في وجه كل أعداء الوطن. في جنازة العسكرية أوقد الشموع في احتفالات ملكية. دثروني بالورود بالأغصان الندية. أحملوني بهدوء بأياد عربية. غطوا نعشي بالزهور بأعلام وطنية. ودعوني في شموخ في أراضي تونسية. ادفنوني بين أهلي بين نجم وثريا. سوف أبقى أناجيكم في أحلامي الأزلية. فاذكروني كل يوم حين كنت بندقية. واذكروا أني وهبتكم عمري في معارك ملحمية. هذا كان آخر مدون الشهيد محمد إسلام الزويري، العريف الأول اللي استشهد البارح رفقة ثلاثة من زملائه أثناء المواجهات مع عنصرين إرهابيين. قام واحد منهم بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في معتمدية سمار من ولاية تطاوين. رحم الله شهداء الوطن. محمد إسلام الزويري عريف أول، نضال ترابلسي ملازم أول، خالد التيفي ملازم أول، خليفة الضوي عريف أول. الأسامي هذوما مش باش ننسيوهم كما برشا أسماء أخرين زيدا مش باش ننسيوهم، باش يقعدوا راسخين في قلوبنا وفي أرواحنا، وهما اللي علمونا اللي الوطن أغلى من الدم وأغلى من المحاصصات الحزبية وأغلى من الخلافات على الكراسي ومن بلاتويت التلفزة لولاد سوق ودلال وشكون يبيع روحه أكثر. اللي يحب يحارب الإرهاب مش بشعارات الفصفاضة والكلام الفارغ والنفاق. اللي يحب يحمي بلاده يحميها في الميدان قريب لترابها ويجيها في أرضها ودموع عليها. اللي قاعد يحارب في الإرهاب بالحق هما أبطال الحرس الوطني، الجيش الوطني وقوات الأمن اللي ليل ونهار سهرين على حمايتنا ومعرضين رواحهم للموت باش يقلعوا هالجرذين من تراب تونس، وباش يقولوا لهم بصوت واحد تونس متاعنا مش متاعكم، واللي يمسها وينتهك ترابها ما يلقى كان مصير واحد اللي هو ميت ملوح في تركينا محروم من رحمة ربي ومن رحمة عبيده. البارح الفيسبوك الكل كان في مواكبة خاصة بالأحداث الرهيبة اللي صارت في تونس، وفي يوم واحد شفنا العجيش، شفنا زوابع رملية، حي طايح على جماعة في صفاقس قتلهم، نخلة طاحت على حافلة تلامذة في جيبس، الريح طايح عواميد كهربائية في المهدية، إرهابيين يفجروا عبوات ناسفة في تطاوين، وشهداء من الحرس الوطني. تفاعلا مع الأحداث هذه زاد سي سمير الوافي اختار باش يعطينا موجز أنباء سريع على صفحته على الفيسبوك، وقال نهار اليوم نهار استثنائي في تونس، هذا موجز أنباء يوم تونسي كامل، وتابعوا معايا الستار الآخر كل هذه الأحداث الرهيبة في يوم واحد. إرهابي فجر نفسه في تطاوين، أعصار في بعض المناطق التونسية، عاصفة رملية في بنجردين، سقوط نخلة على حافلة تلاميذ في جيبس، سقوط حائط على مواطن في سيدي بوزيد، تحذير من الخروج للشارع في قفصة، حادث اصطدام طائرتين في مطار باريس احداهما في اتجاه تونس، وحاجة الاخرى اللي هو عيد ميلاد محمد علي النهدي، ففي مثل هذا اليوم ولد دالي. ماش ذا حتى هو تعرف. هو احنا علاش حاطين ستاتيو؟ خاطر برشا ناس قالوا له، قال لي انا راني الستاتيو هذيا معناها فيها مش شويه سخريه وشويه مانيش ياسر جدي فيها وكل شيء. اخي قالوا له اي اكزاكتومون خاطرك ماكش ياسر جدي فيها. معناتها اربع عائلات يبكيو اربع عائلات، الام ما عادش باش تعرف الضحكه على فمها وعلى وجهها، والبو الله اعلم بيه، والاخت والخو الله اعلم بيهم كان باش يعاودوا يضحكوا وعاود قلوبهم تفرح نهار اخر. وانت تحكي على عيد ميلاد سيد علي النهدي، ومش كان هو في خضم عيد ميلاد سيد علي النهدي فما اربع شهداء اللي خلاوك انت حي ومازلت نجم تكتب ستاتيو هذا. ولهذا نحترم رواحنا ونحترم الشهداء ونحترم التوانسه، والا يا سيدي راو بوغ اتر تونيزيان ماهيش جنسيه، باش تكون تونسي وفخور انك تونسي لازمك تستحق، والنوع الناس هذوما ما يستحقوش. مش كان سمير، برشا اللي هبطوا تصاور نتاع محمد علي النهدي، ولا فما حتى اللي بارح رينا في البلاتويت نتاع التلفزه، مانيش باش نذكر البلاتويت، اما كي تجيب فما حدث يفرض نفسه، نحنا ما قلناش باش نحزنوا ولا باش نقول، اما انت عندك ضيوف سي فغي، عندك ضيوف حاضرين والكل، كنت نجم ولا والليميسيون برمجة وكل شيء، ما كنت نجم تتطرق للموضوع هذم وما تطيحش في الرداء نتاع تحط له مرأة شطر عرينة وتقول له شنو قولك فيها وكل شيء.
احترموا الناس، احترموا العائلات، واحترموا الشهداء. كابافان الكلمة ليك.